مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الاحتراف. طبعا النهاردة حلقة دسمة، النهاردة حلقة متميزة، النهاردة حلقة قوية جدا جدا جدا. عشان كده معايا النهاردة ضيوفنا الأعزاء مشرفينا منورينا. وقبل بقى طبعا نخش بقى في الأكاديميات وطولة موهبتك، طبعا أنا برحب وبشكر وبقول لرجالة الزمالك اللي حققت امبارح حقيقي مكسب فين؟ فم الاسد. فين؟ في رادس في تونس. طبعا احنا لسه شغالين معاكم في ماتش الاهلي وسان داونز فين؟ في جنوب افريقيا. طبعا احنا نقول مبروك نادي الزمالك بالامس، وايضا النهارده نقول مبروك لنادي الاهلي على الصعود لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. نهني الجماهير، نهني كل واحد عاشق للكرة المصرية بالنسبة لجماهير نادي الأهلي، جماهير نادي الزمالك، للشعب المصري العظيم للصعود لنهائي بطولة أفريقيا ونشوف دوري أبطال أفريقيا، نشوف صح كده؟ عشان كده احنا النهارده معانا بقى نجوم كبار جدا 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 في عالم كره القدم. برحب طبعا بالكابتن اسامه فتحي رسلان. اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن حضرتك؟ اخبارك؟ المدير الفني لاكاديميه اي سي اس. اهلا بيك. ربنا يخليك. تمام يا كابتن. وايضا في المقابل كابتن محمد رجب عفيفي. اهلا بيك يا ابو الكباتن. اهلا بيك يا استاذ محمد، منورنا. شرف لينا القعده معاك. ربنا يخليك يا كابتن. انا بقى عاوز ابدا بقى من اليمين ولا الشمال؟ نبدا بقى من اليمين بقى. ربنا يخليك كابتن محمد رجب، اديني نبذه بسيطة عن أكاديمية اي سي اس. والله حضرتك أكاديمية اي اس سي او اي سي اس اي اس سي انترناشونال. اي سي سي ماشي، اي سي انترناشونال. بلغوني بحاجة تانية خالص. ماشي، اي اس سي انترناشونال. قبل كده برضو حطيت عنوان لأكاديمية اي اس سي، العنوان اللي هو الأهم بالنسبة لي، إن هي فكرة صحاب أو فكرة إخوات، اللي هو أنا وكابتن أسامة حبيبي طبعا وصاحبي وعشرة عمري اللي بشكره على المواقف اللي حصلت بينا كلها. أكاديمية اي اس سي ان احنا بنحاول نعوض الاولاد او البراعم او الكباتن اللي معانا كبار عن الحاجه اللي هي ما حصلتش فينا احنا، انا وكابتن اسامه، فبنحاول نديهم امل، والامل ده الحمد لله موجود برعايه طبعا اكاديميه موهبتك اللي موفره لنا ما شاء الله كل حاجه، ان احنا نوصل الاولاد للهدف الاسمى ان شاء الله، ان هم يبقوا لاعبين كوره، وليه ما يبقوش لاعبين كوره محترفين كمان. تمام. طبعا نرجع تمام كابتن اسامه. كابتن اسامه، انت طبعا النهارده معانا اثنين مدير فني. طب انا يعني هو قال نبذه عن الاكاديميه، اديني بقى يعني ايه مدير فني، اتنين شغالين مدير فني في الاكاديميه. بص يا كابتن، طبعا بدانا كابتن محمد احنا اصحاب وعشره عمر، احنا كنا في ابتدائي مع بعض، تمام، في نفس التخته وبتاع لحد الثانويه، لحد الان احنا ما سبناش بعض حبيبي. فكره مدير فني واحد هو مسمى واحد، لان احنا فعلا فرد واحد يا كابتن، مش فردين. بمعنى ان احنا قلنا اكاديميه انترناشونال اي اس سي، كابتن محمد رجب، كابتن اسامه فتحي، لاعيب الاكاديميه، اولياء الامور، فرد واحد فقط، مش اللي هو فردين وكل واحد لا انا هاخد الفرقه دي وانا هاخد الفرقه دي، لا سيب لي، لا احنا فرد واحد فعلا. عشان كده المدير الفني بمسمى واحد. تمام. يعني انتوا اصحاب اساسا مع بعض؟ ايوه فعلا. نبتديها يا كابتن. واخوات؟ واخوات عشرة عمر، واهلي واهلي عندي واهله عندي. ف طب عشان كده بقى نطلع تقرير طبعا، ونشوف بقى بطوله موهبتك، ونشوف الموسم الرابع او الاسبوع الرابع لبطوله موهبتك، ونشوف بقى يعني حاجات كتيره بقى جامده قوي قوي قوي، ونشوف بقى بطوله موهبتك. نطلع تقرير ونرجع لكم مرة أخرى. الحمد لله قدر ربنا ادينا نكسب النهارده فريق ايه الارسنال، اللي هو المفروض اللي هو الاول، يعني فريق عندنا بنقطتين، الحمد لله ادينا نكسبه ونبقى اول المجموعه 3-2. الماتش كان صعب جدا. الحمد لله كسبنا 3-2 بفضل الله، كنا خسرين 2-0 في الاول والحمد لله كسبنا 3-2. حلو، والماتش كان حلو، بس كنا حلوين وكسبنا. احنا ادينا اداء حلو، بس 2010 2009 خرجت الحمد لله، ولكن الاولاد ما شاء الله حلو. لعبنا واللعب كان حلو الحمد لله، بس الحمد لله ربنا كرمنا، كسبنا 4-2 والحمد لله على كل شيء، ولعبت كانت رجاله الحمد لله. احنا كنا مضغوطين ودخل فينا جون كده ذاتي، بس الحمد لله يعني قدرنا نحقق الفوز 4-2. طبعا هو كابتن صلاح عمل معانا شغل جامد جدا، وكل ده فضله ثم فضل ربنا ثم هو. لعبنا كويس، لعبنا كويس. النهارده كسبنا 2-1. كويس. جبت جوان النهارده؟ لا. المركز الاول الحمد لله، عن جدارة خدنا 3 ماتشات 9 بونت،
ان شاء الله في انتظار القادم باذن الله. والله جميله وفي لعيبه كويسه جدا جدا يعني ليهم مستقبل كويس، في لعبه كويس فعلا يعني. كويس الحمد لله. كسبت ولا خسرت؟ خسرنا. الحمد لله ادينا اداء وكسبنا 5-2 ان احنا قلب واحد قدوه واحده الحمد لله. كسبت ولا خسرت؟ كسبنا الحمد لله. كسبت ولا خسرت؟ خسرت. كسبنا الحمد لله 5-2 الحمد لله. ايه رايك في البطوله وايه رايك في بطوله مهارتك السنه دي؟ لا والله هي بطوله منظمه كويس. اهو غلبنا النهارده، اللعيبه كانت مش موفقه النهارده. طبعا صحيان البرد بدري بيختلف، لان هم متعودين ان هم يتدربوا بالليل. كسبنا. ترتيبكم كام في المجموعه؟ الاول. الحمد لله كسبنا كابتن الحمد لله. كسبتوا كام؟ 3-0 الحمد لله. متصدرين المجموعه الحمد لله. كسبنا. مين مسك الاعلى في مصر؟ سعد صغير. عدينا اللي علينا وكسبنا ان شاء الله. كنت كويس. كسبت ولا خسرت؟ كسبت. النهارده ان شاء الله عملنا اللي علينا واجتهدنا وكسبنا ان شاء الله. كسبنا الحمد لله. كسبت ولا خسرت النهارده؟ كسبت. كسبت كام؟ 7-0 الحمد لله. يعني بشكر كل الاولاد في 2011 و2012 و2013 النهارده عملوا اداء كويس جدا الحمد لله. كسبنا 7-0. بتلعب في مركز ايه في الملعب؟ باك شمال. والله يا بطوله بسم الله ما شاء الله، يعني في تنظيم رائع وبطوله قويه، شغلها كويس، لعيبه مواهب ظاهره جامده الحمد لله. اجتهدنا ولعبنا بس اتعادلنا، والكابتن قال لنا يعني خليكم احسن، رحنا جبنا الحمد لله وتعادلنا. الاطفال في السن ده مش محتاجين ان انت تضغطهم، مش محتاج ان انت تزعق له وتعنفه، لازم تشتغل معاه بالراحه وتفهمه ان هو بيلعب بطوله ولسه هيحتك ولسه هيلعب، وان هو عنده اكتر من كده يطلعه. الحمد لله كنا خسرانين فرق 3 ورجعنا ب3 جوان الحمد لله. كسبت ولا خسرت يعني؟ كنا هنكسب بس تعادلنا. ورجعنا طبعا بعد التقرير وشفنا طبعا التقرير وشفنا طبعا بطوله موهبتك. نخش بقى على الجد، والجد يعني بقول رجال العظماء لاكاديميه اي سي سي. نخش نقول لهم بقى يا كابتن الفئات العمريه بخصوص الاكاديميه عندكم، وانتوا في انهي حته بالظبط اي سي سي؟ والله يا كابتن احنا مقر الاكاديميه بتاعتنا في قريه اسمها قريه اتريس اللي انا بنتمي ليها وبتشرف طبعا بيها انا وكابتن اسامه، وفي مكان اسمه ملعب البحر في القريه عندنا. ايه ملعب البحر ده؟ فين حته؟ هقول لك عليه. قريه ايه يا كابتن؟ بس قريه اتريس. ده فين حته؟ اتريس منشيه القناطر محافظه الجيزه. تمام كده؟ تمام. القريه دي طبعا احنا طبعا اهلها كلهم بنحظى بدعمهم طبعا، واقفين بجوارنا واقفين جنبنا واقفين في ظهرنا وبيدعمونا وكل حاجه كويسه، وطبعا قريتي اللي انا بنتمي ليها وبتشرف بيها انا وكابتن اسامه طبعا، فلازم تاخد حقها، ولو فضلت حلقه كامله مش هديها حقها طبعا. أكيد. وبتشرف بيها طبعا. ثاني حاجه ان طبعا الاكاديميه عندنا تكاد تكون اكبر اكاديميه في بطوله موهبتك مشتركه بمواليد. احنا عندنا من 2003 2004 2005 2006 و7 و8 و9 لحد 2012، فطبعا الاكاديميه ما شاء الله اكاديميه كبيره ومشتركه بمواليد كتيره. زائد طبعا ان احنا عندنا نظام ثاني مختلف غير الاكاديميات، مع احترامي للاكاديميات طبعا غير الاكاديميات الثانيه، ان احنا عندنا الاسبوع التدريبي مش اليوم التدريبي. تفرق عن الاكاديميات الثانيه ان الاكاديميه مثلا بيبقى لها شغل خميس وجمعه وجمعه وسبت، سبت وحد. بتتكلم بقى انجازات بقى طبعا. طبعا الاكاديميه عندنا كل مواليد لهم يومين تدريبيين في الاسبوع. فطبعا الملعب كبير مساعدني، ملعب 11 مش ملعب خماسي، ملعب نجيله طبيعيه، ملعب على نهر النيل على شط نهر النيل. الله. في حاجه ما شاء الله بتدي اللاعب دفع، او اساسا يعتبر معسكر اساسا مش ملعب، فبيدي اللاعب دفع ان هو يطلع كل اللي عنده. زائد طبعا ان انا وشغل كابتن اسامه اخويا وحبيبي بيبان على اللاعب في الملعب الكبير احسن من الملعب الصغير. تمام. فالحمد لله احنا خطوه كويسه والملعب كويس والناس بتدعمنا، نتمنى ان احنا نكمل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله طبعا باذن. ارجع بقى طبعا كابتن اسامه. نعم يا كابتن. ازاي بقى عرفت بطوله موهبتك؟ وازاي تم التواصل مع الناس اللي بطوله موهبتك؟ وفي نفس الوقت ازاي دخلت وشفت المنظمه؟ تم التواصل طبعا كابتن صلاح ونيس، طبعا انا اعرفه من فتره كبيره يعني كصديق شخصي بتاع، فاعلن عن بطوله موهبتك. لقيت ان الشغل اللي معمول في بطوله موهبتك مش معمول في اي بطوله تانية. طبعا في بطولات كتير جدا يعني مع احترامه كل بدا على راسي كلهم طبعا، الشغل اللي معمول يا كابتن والجهد المبذول لا مش موجود. يعني انت حضرتك معلش اللاعب دلوقتي انت بقى يخلص الماتش لا بيجي يعمل معاه لقاء ويطلع على التلفزيون ويشوف نفسه، اتحول من لاعب اللي هو مجرد لاعب اكاديمي الى لاعب كره قدم فعلي. تمام. مش اللي هو لاعب اكاديمي انا بروح اتمرن في اكاديميتي وبمشي وبتاع، لا مفيش الكلام ده كابتن. بقى بطوله مذاعه تقارير اسبوعيه، فالوضع كابتن مختلف كتنظيم وكافتتاح، كان افتتاح مستوى عالي جدا يعني جهد مبذول.
هنفضل نتكلم عليه كتير. لا مش هنوفي حق الناس بدايه من حضرتك برضو وكابتن صلاح ونسو كابتن مصطفى وكل كابتن سامح رجب طبعا وكل الناس يعني المنظومه كلها وكل القائمين وطبعا نور وتامر كلهم. لا بصراحه كابتن كل واحد ليه حقه ياخد حقه وعم يقود بصراحه مصور عالمي يعني ورانيا طبعا طبعا جمال وكله. بص يا كابتن في الحاجات دي لازم تدي كل واحد حقه. طب انا عاوز اعرف ايه رايك بالنسبه للتنظيم وانت طبعا شاركت مع اكتر من اكاديميه قبل كده وكان في مشاركه بالنسبه للاكاديميه عندكم في بعض البطولات. ايه الفرق وايه الميزه من بطوله موهبتك وبقيه البطولات؟ الميزه انها عامل بطوله حقيقيه. بطولة حقيقية مقامة على الأرض الواقع مش مجرد إنك بتروح بتأدي ماتش ويا بص يا كابتن يعني المسمى الهيا كد يعني كله مع نسبة كبيرة جدا اللي هيا بينا نلعب اللي هو مش هيا بينا فعلا نعمل بطولة مش هيا بينا فعلا نكتشف لاعب. لا طبعا ما احترمش طبعا لكل الناس طبعا الموجودة ما احترمش طبعا لكل البطولات الموجودة لا كله بيشتغل واحنا نحترم كل الأرض. صح يا كابتن أنا بحترم كلهم على راسي يا كابتن بس أكيد. إنك تكتشف لعيب فعلا وإنك أنت بتدعم وبتعمل منتخب للبطوله نفسها ده جهد مبذول وفي ناس عينيها شوافه زي ما بيقول يا كابتن بيختار اللاعب الفلاني مش اللي هو مثلا مجرد يلا الماتش خلص يلا 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 هوب اللي بعده يلا لا مفيش الكلام ده يا كابتن. لا بتختار تختار احسن لاعب وتبدا تجمع اللاعب ده هل يتناسب هيبقى فعلا ادعمه واديه انديه كويسه ومش عن طريق مثلا اكاديميه او اس سي لا عن طريق اكاديميه موهبتك كمان والبطوله لان حضرتك جايب ناس بتتفرج ومدربين في انديه كبيره والكلام ده احنا بنشوفه بعينينا مش اللي هو مثلا حد بيقول لنا لا ده احنا فيه لا احنا شايفين بعينينا وبيجي يسال اللعيب ده كذا طب انا هحتاجه في مدربين كلمونا فعلا على لعيبه من عندنا عايزينهم في الانديه بدايه من الصيف الجاي طبعا مش هتكلم دلوقتي عشان برضو ايه خليها تبقى مفاجاه للعيب طبعا اكيد حاجه محترمه جدا يا كابتن اكيد. طب طبعا كابتن محمد بالنسبه لاهل منطقتك وبالنسبه لاهل الجيزه طبعا وقريه عندكم تحبوا توصلهم رساله ايه؟ والله الرساله اللي هوصلها دلوقتي هي وصلهم اساسا فاحنا بنزود عليها بقى طبعا انت عارف ان قريتنا في الارياف والكلام ده كله فالرجاله بقى الصح الرجاله اللي هي تقف جنب الواحد وخصوصا في الاختلاف احنا عاملين حاجه مختلفه ايه هي بقى الحاجه المختلفه اللي هي فكره الشباب او الفكره ان احنا عايزين نوصل الطفل او الابن او النجم او الكلام ده كله لابعد حته احنا شايفينها ليه احنا كان نفسنا نوصل لها فاحنا كان نفسنا نوصل الحاجه دي اكيد طبعا هنزرعها في عقول الشباب الصغيرين وان شاء الله احنا نساعدهم وخصوصا ان احنا لقينا الطريق احنا لقينا الطريق ولقينا ضلتنا ان احنا نوصل للحاجه دي واللي هي بطوله موهبتك. طبعا احنا كنا بنبحث عن حاجه انا وكابتن اسامه في الجيل بتاعنا جيل 91 كنا بنبحث عن حاجه اللي هي المعاناه اللي احنا كنا بنشوفها ان احنا نوصل بايدنا احنا بايدنا احنا فاحنا دلوقتي لقينا اللي وصلنا وان شاء الله في الفئات العمريه عندك قد ايه؟ الفئات العمريه عندنا من 2001 و2002 و2003 لحد 2012 زائد حاجه مهمه جدا 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 ان احنا مدخلين فريق للانسات للبنات هايل. عندنا طبعا فريق بنات القريه دي طبعا خطوه جديده طبعا لكل الناس كابتن حسام لطيف بقى يبقى يشوف كابتن حسام لطيف على فكره اعتزل اصلا بالنسبه لا لا ما شاء الله عشان بس كل التحديث يعني لا طبعا عندنا طبعا كره قدم نسائيه فريق احنا واقفين وراه بندعمه وعندنا مواهب كتير جدا لو اتكلمت عن المواهب مش هعمل حصر لان انا عندي في الاكاديميه يكاد يكون يفوق 300 لاعب او 400 لاعب فما شاء الله يعني عندنا عدد كويس وعدد متوفر في الاكاديميه عموما فاحنا بنسعى ان احنا نوصل الناس دي كلها اللي يستاهل منهم وان شاء الله المستوى قليل شويه يزيد مع الوقت ان شاء الله. اكيد اخر سؤال بخصوص الكابتن اسامه قول بقى لعيالك واولادك وشبابك وحبايبك اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي لسه بقى لسه ما اتجوزتش لسه هاخدهم ان شاء الله لا بقول لك للاكاديميه بقول لك ولادك بردك داخل الاكاديميه دول ولادك احنا التعامل مع اللعيبه بتاعتنا مش اللي هو كابتن ولاعب وهي انت مش عارف وزعيه وكام لا احنا بنتكلم اللعيبه عندنا اخ اصغر تمام اخ اصغر وابن فعلا لدرجه ان في اولياء امور بنتكلم يا كابتن بنقول لهم يا جماعه دي امانه فالراجل بيكلمني كان جاي من بلد جنبنا عشان التمرين بتاع قال لي يا كابتن اسامه الامانه وصلت قلت له لا الامانه وصلت فدي امانه يا كابتن بناخدها احنا عايزين نزودها فانا بس بطالب الناس عندنا في البلد يعني يساندونا اكتر هم بص يا كابتن احنا قريه اتريس بقى كلنا واحد اكيد الناس عندنا ما يعني كله بيحب بعض وكل قاعد ويقابلك في الشارع يا كابتن اسامه ربنا معاك وربنا يوفقكم والناس بصراحه يا كابتن انا نفسي تشوفهم يعني حضرتك نفسي تنزل تشوفهم باذن الله ويجي التمرين دعم غير طبيعي يا كابتن ان شاء الله طبعا نشكرهم اولياء الامور كلهم والاكاديميه والناس على راسنا طبعا نشكر ابويا اللي مش قادر ما ينفعش برنامج غير اسئله اشكر ابويا كابتن فتحي رسلان وغات يعني وكابتن محمد رجب كابتن يعني. انت طبعا يعني بالنسبه للناس اللي بيقولوا الناس القمه يعني في النادي عندك طبعا انا نهايه فقرتي طبعا كنت اتمنى يكون وقت اطول بشكر طبعا كابتن محمد رجب على وجودك النهارده معانا ربنا يخليك اسمه محمد وايضا كابتن اسامه رسلان على وجودك النهارده معانا وشرفنا في برنامج بدون الاحتراف شرفنا نطلع مع كبير زي حضرتك طبعا وطبعا معانا بقى في تقرير مهم جدا 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 داخل نادي مقاولين العرب فرع الجيزه او اكاديميه مقاولين العرب فرع الجيزه كابتن احمد محفوظ
نشوف التقرير هيتكلم عن ايه، وهو معانا بقى في الاستوديو ونشوف ان هو بقى مشرف العام بالنسبه لاكاديميه المقاولين العرب فرع الجيزه، هيكون معانا على الهواء. ولكن قبل ما يكون معانا على الهواء في تقرير مهم جدا، ونرجع لكم بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا بعد التقرير وشفنا طبعا اكاديميه المقاولين العرب بتعمل ايه في محافظه الجيزه. طبعا برحب طبعا بزميله العزيزه رشا المصري. اهلا بيك يا رشا. اهلا بيك يا محمد. نورتينا. بارك ايه. ربنا يخليك يا رشا. طبعا انا النهارده معايا ضيف العزيز كابتن احمد محفوظ المشرف العام لقطاع الناشئين اكاديميه المقاولين العرب فرع الجيزه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا سلمان. نورتنا وشرفتنا في برنامج بدون الاحتراف. ربنا يخليك. شرف ليا يا كابتن. ربنا يخليك. ربنا يخليك فن. بدايه بقى يا كابتن قبل ما نبدا اللقاء عايزين نعرف بس نبذه مختصره كده عن حضرتك. يعني انا احمد محفوظ لعبت طبعا انديه اكتر من نادي في مصر وبعدين ختمت في دوري الشركات. لعبت 13 سنه شركه معينه طبعا مش عايز اقول اسم الشركه يعني. لعبت 13 سنه شركات وبعدين اتجهت لمجال التدريبات. اشتغلت مع كابتن عبد الكريم الجوهر. اشتغلت مع مدربين كبار يعني اتعلمت منهم كتير. تمام. طب عايز اعرف ايه سبب اختيارك لفرع نادي المقاولين بالذات يعني؟ بصراحه عشان هم بيطلعوا ناشئين كويسين والالتزام الاداري والالتزام الفني والالتزام المالي اللي هم اهم حاجه اللي بينجحوا اي تمام. منظومه الالتزام طبعا 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 سبب طبعا كبير في طبعا النجاح. طبعا 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 كابتن احمد ايه الفرق بين انا سمعت وردك بيقولوا ان في فروع كتيره جدا بالنسبه لاكاديميه المقاولين في اكتر من فرع. ايوه فاهم. في المحافظات ايه الميزه للاكاديميه المقاولين او بالنسبه لفرع الجيزه تحديدا عن باقي المحافظات الاخرى؟ احنا زي ما قلت لحضرتك الالتزام الاداري والالتزام الفني والالتزام المالي هو منجحنا في اكاديميه الجيزه ملاعب السعديه. بدليل اللي احنا الحمد لله ده الموسم الثاني على التوالي احنا شغالين. احنا بدانا باربع فرق براعم واربع فرق ناشئين. السنه دي احنا مشاركين بتسع فرق براعم الف وب وست فرق ناشئين. بتخش القطاع وبتخش دوريات بنخش بنلعب دوري منطقه الجيزه. منطقه الجيزه واخدين اسم طبعا نادي العياط الرياضي. بنلعب درجه ثالثه واحنا واخدين الاسم عشان نلعب. انت عارف حضرتك ان المقاولين بيلعب القاهره طبعا. فاحنا عشان نشارك ونعمل منافسه كويسه للاولاد ونقدر نصعد منهم ناس للانديه فلازم يكون في اشتراك في دوري. طب ايه الانجازات اللي انت ممكن تحققها او حققتها بالنسبه للاكاديميه عندك؟ احنا ودينا اكتر من لاعب لانديه كتير جدا 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 في مصر يعني. تمام. طيب احنا عايزين نعرف ازاي بتتم الاداره بتاعت الاكاديميه؟ احنا عندنا الاداره بتدور طبعا احنا عندنا طبعا الكابتن حسن الغرباوي ده المدير العام للاكاديميه. معنا الكابتن خالد كرم المشرف العام على الاكاديميه. معنا الكابتن مختار حنفي ده المدير العام للاكاديميه. ومعانا طبعا الكابتن احمد سمير ده المدير المالي. طب هما مين القائمين عليها بقى على الاكاديميه؟ الكابتن حسن الغرباوي، كابتن خالد كرم، الكابتن مختار حنفي، الاستاذ احمد سمير. الفئات العمريه بالنسبه للاكاديميه بنبدا من 4 سنين ل 20 سنه يعني احنا اخرنا 2000. تمام. ولكن احنا في معلش انا سوري. لا طبعا اتفضل. بنعمل فرقه السنه اللي جايه ان شاء الله فريق اول بمشيئه الرحمن. اكيد بنسعى شغالين عليه. واكيد طبعا بالنسبه اللي عندك في الاكاديميه وفئات العمريه اللي انت قلت عليها من 4 سنين ل 20 سنه مفيش حد راح انديه كبيره او درجه اولى؟ ودينا احنا طبعا احنا معمول عندنا لجنه فنيه بقياده طبعا بتكليف من الكابتن محمد رضوان والمشرف عليها الكابتن يسري. وبتضم اللجنه الفنيه الكابتن سعيد الشيشيني، الكابتن جمال سالم، الكابتن طبعا والكابتن محسن هاشم. دول بيتابعوا الاكاديميات عندنا كلها يعني. طيب لو اتعرض عليك بقى فرع تاني هتوافق تروح ولا انت الولاء دايما لاكاديميه المقاولين؟ لا الولاء للامانه لاكاديميه نادي المقاولين فرع الجيزه لان انا فعلا الناس دي محترمه جدا 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 يعني. عاجبك انت الالتزام فعامل الالتزام بقول والله يا استاذه رشا قلت لك ايه هو اي حاجه بتنجح المنظومه فعلا الالتزام الاداري حقيقة. والفني والالتزام المالي. ليه بقى؟ لان يمكن هو ده اللي منجح يمكن حتى الفريق الاول طبعًا. الفريق الاول بكذلك اكيد. واحنا طبعا بنتكلم طبعا في طبعا معانا الصور بالنسبه بقى الاكاديميه وشغل الاكاديميات عشان الناس كلها تعرف بالنسبه لفرع المقاولين العرب فرع الجيزه السعديه تحديدا ملعب السعديه. ولكن انا في نقطه مهمه جدا يا كابتن احمد ولازم اتكلم معاك بالشفافيه اكتر عشان المشاهدين وبعض اللعيبه اللي بتقول انا عرفت وكنت في احد الانديه او احد الاكاديميات كان فرع امبابه نادي المقاولين. ايه الميزه بين السعديه وامبابه ودي منطقه الجيزه ودي منطقه الجيزه؟ الالتزام. ايه بقى الثانيه؟ الالتزام الاداري. تاني ارجع له الالتزام الاداري والفني والمالي لان زي ما قلت لحضرتك دول بيوقعوا اي مكان. مهم جدا جدا جدا. النهارده انت لو في التزام اداري التزام الفني احنا عندنا 35 مدرب 35 مدرب دولت في حته الالتزام المالي دولت مفيش حاجه بتتاخر. طب انا عاوز اعرف برضك بالنسبه للاكاديميه عندك تحديدا معلش انا بقول يا جماعه للناس كلها احنا لازم نعرف ايه الفرق من الفروع الموجوده في منطقه الجيزه.
كابتن احمد محفوظ بيتكلم معانا بكل صراحه عشان نكون واضحين مع انفسنا، بيقول لك الالتزام وبالنسبه اللي عنده خطه وعنده توعيه بالنسبه للفئات العمريه اللي عنده. عشان كده باكد عليه مره اخرى، بالنسبه لي عندك معظم المدربين ولا لا قدر الله حد اتصاب او حد حصل له اي ما اصابات اللي احنا معتاده بالنسبه للعيبه، في دكاتره طبعا احنا عندنا المنظومه مكتمله، يعني عندنا طبعا دكاتره علاج طبيعي، عندنا دكاتره اصابات بيطلعوا المطوشه معانا، يعني لازم احنا عشان نطلع ماتش لازم يكون الفرقه كلها كامله. تمام، كل الفرقه لازم تكون كامله، من مدرب حراس مرمى لمدرب فريق للمدير الفني للعلاج في الملعب. انا شايفه ان حضرتك طبعا مهتم بالالتزام وبتاكد جداً عليه جدا جدا, جداً. فدي طبعا حاجه كويسه، ده سر نجاح يعني طبعا. طب شايف فين نفسك الفتره اللي جايه او ايه طموحك في الفتره اللي جايه؟ هو احنا بمشيئة الرحمن بس نعمل حته الفريق الاول، لان دي هتفرق معانا بجد، يعني ان احنا نعمل فريق اول في اكاديميه السعوديه فرع الجيزه هتفرق معانا الفتره اللي جايه بمشيئة الرحمن، يبقى احنا كده كملنا بقيه الفرق كلها. تمام. أكيد طب. بالنسبه لي عندك احنا في برنامجنا اسمه دون الاحتراف، لو النهارده عندك لعيب طبعا في وسط الفيديوهات اللي احنا بنعرضها والتقارير اللي بنعرضها لاكاديميه المقاولين العرب فرع الجيزه السعوديه، جالك بقى طبعا حد من وكلاء لاعبين او يعتبر شركه تسويق لاعبين طالبين لاعب من عندك هيروح بره مصر او جوه مصر، هتعمل معاه ايه او ازاي يكون في عقود؟ والله العظيم يا استاذ محمد احنا ما بنقف في سكه اي لعيب، ولما مثلا بتطلب مننا تقرير، لان احنا بنعمل تقرير اللجنه الفنيه بتجينا، اذا كان كابتن سعيد او كابتن جمال سالم بيجينا، لما بيجي احنا بنبقى عاملين تقرير على اللاعب، بيشوفوا التقرير وبيتابعوا اللاعب، واللاعب ده بيروح يعمل فتره معاشه في نادي المقاولين. هايل، اشتغل بيشتغل هايل. تمام. طب لو بره مصر ما عندناش اي مشكله خالص، احنا معانا مدرب اجنبي على فكره كان بيلعب في المصري. ايوه بقى عاوز بقى كده الحاجات الحلوه بتاعتك دي، يعني اهم حاجه عندنا تقول بقى المعلومات المهمه. عندنا مدرب اجنبي طبعا الكابتن ميكي، ده كان بيلعب مع الكابتن حسام في المصري ولعب في اسيا كابجان، وهو بيسوق بره مصر يعني. احنا عايزين الشركه بس مش عايزين نعلن على الشركه دلوقتي، البرنامج بتاعنا مع انفراد لينا مش عايزين نعلن على الشركه دلوقتي فعلا، لان انا ممكن كلمت الكابتن حسن وقلت له اعلن على الشركه، قال لي لا ما يعني خليها المره الجايه. كنت اتمنى طبعا تكون موجود معانا بقى ومعاك لعيبتك ويكون بقى موجود مع كابتن ميكي، يكون موجود معانا، احنا هنحتاجه طبعا يا محمد في فقره كامله، حلقه كامله يعني. اكيد طبعا اتمنى طبعا. قليل عليك يعني الفقره دي. اخر حاجه او ان احنا طبعا بنتكلم مع بعض بخصوص انت الاكاديميه بتاعتك شكل استثمار ولا شكل موهبه احترافيه انت عاملها بمنظومه جديده؟ صراحه ايوه مش هنقول استثمار. سر استثمار. ما يعني ما انا اكون صريح، ما انا مش عايز حد يقول عليا ان انا مش كذاب الصراحه. استثمار، ما هو دلوقتي كله استثمار. افرض لو بس لو ما كانش برضو فيها جزء برضو احتراف ومهنيه و يعني برضو مش هينفع الاستثمار لوحده. لا لا طبعا. فانا لا طبعًا. انا شايفه فيك الحته برضو المهنيه اللي هو حب طبعًا. الشغل طبعا فدوت برضو سبب النجاح ليك يعني طبعا أكيد. طبعا طبعا. طب في رساله انت عايز توجهها للعيبه؟ انا عايز اوجه رساله لاولياء الامور، لاني فعلا محتاج الناس دي، انا بشكرها جدا 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 الساده اولياء الامور، لانهم فعلا متعاونين معايا جدا 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 جدا. طبعا انا نهايه حديثي معاك وكان حديث شيق، وكنت اتمنى طبعا يكون الحديث مطول اكتر من كده حبيبي يا محمد، ولكن توجه ايه رساله لكل القائمين على الكره المصريه وايضا بالنسبه للرياضه المصريه ككل؟ الشغل بضمير، اشتغل مع الناس بضمير بما يرضي الله، وسيب الباقي على ربنا. اكيد. اشتغل بضمير واخلص في عملك وربنا هيديك. والالتزام والالتزام الالتزام مهم جدا يا استاذ رشا والله. اكيد طبعا. انا سعدت بيك وشرفتنا طبعا كابتن احمد محفوظ المدير والمشرف العام على قطاع الناشئين اكاديميه المقاولين العرب فرع الجيزه السعوديه، نورتنا يا كابتن، شرفتنا في برنامج دون الاحتراف، واتمنى يكون في حلقات قادمه باذن الله تعالى. شرف ليا يا استاذ محمد، شرف ليا يا استاذ رشا، وربنا شكرا يا استاذ رشا. شكرا جدا طبعا. النهارده قبل ما نقول بقى في تنويه عشان في تقرير بالنسبه ل يعتبر بطوله موهبتك النهارده، طبعا استاذ رحاب فقدناها النهارده يا رشا. لا مش فقدناها يا محمد، هي ظروف عندها برد بس احنا مفتقدينها النهارده حقيقي، بس ان شاء الله تكون موجود معانا، ان شاء الله موجوده معانا الحلقه الجايه باذن الله. باذن الله طبعا. نطلع تقرير ونرجع لكم مره اخرى مع احد الرجال والشباب العظماء اللي هيكونوا معانا، كابتن احمد البديوي اخصائي تاهيل لنادي الزهور الرياضي طبعا، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بكم مشاهدي ومتابعي برنامج دون الاحتراف والاسبوع الرابع لبطوله موهبتك واهم اللقاءات مع اللاعبين والمدربين واولياء الامور. الحمد لله بس لعبه كانت رجاله بس نعود ان شاء الله المره الجايه. اعلى من اللاعبين محمد صلاح. الحمد لله تعادلنا 4-4 فالحمد لله يعني على الفتره الجايه. الحمد لله هو الماتش كان في ايدينا بس خدنا التعادل. عادي لعبنا واللعب كان حلو يعني الماتش كان حلو ذات نفسه. وضع الحمد لله الماتش كان حلو كسبنا 4-1. الفريق قدامنا كان صعب شويه بس الحمد لله يعني فريقنا كويس ورجاله قدنا وقدود يعني ان شاء الله. عادي لعبنا وربنا وفقنا وكسبنا. الحمد لله كسبنا. خدت جايزه ايه دي؟ احسن ولا احسن لاعب احسن لاعب في المباراه. الحمد لله كسبنا 5-4 والحمد لله كان ماتش قوي جدا وكان رايح وجاي كتير بس الحمد لله. شايف البطوله ازاي؟ شايف البطوله منظمه تنظيم عالي جدا. كسبنا الحمد لله 4-3. مثلك الاعلى سواريز. لا الماتش كان سجال ما بين الفريقين الحمد لله قدرنا نكسب الماتش 4-3 بتوفيق كابتن اللاعب المميز بدر وائل عمل 3 اجوان احرز 3 اجوان. خسرنا بس لعبنا كويس وفرق هدف بس. الحمد لله خسرنا يعني وعملنا اللي علينا اللعيبه برده رجاله عملت اللي عليهم يعني اتاخرنا شويه وبدانا نسجل بس يعني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله لعبنا كويس بس خسرنا. الحمد لله مكسب كبير ورجالة كان على قد المسؤولية وبنشكر طبعا المسؤولين هنا على التنظيم الجيد وموفر لنا حاجات كتير كويسة ملعب كويس أرضية كويسة. والله الحمد لله النهاردة بنحافظ على الصدارة بتاعتنا يمكن الماتش الرابع فوز العلامة كاملة وبنشكر اللعيبة وبنشكر بيتو والجهاز الفني أستاذ مروان طبعا بنهدي الفوز ده لخالد سلام الصخرة طبعا عشان غيابه الإصابة. احنا كسبنا الماتش الأولاني 5-1 وخسرنا الماتش الثاني 3-1. الحمد لله خسرنا بس اللعبة كانت رجالة. الحمد لله بس التوفيق جه من عند ربنا بقى وخسرنا. 6. خسرت كام؟ 5-0. تحب مين من اللعيبة في أوروبا؟ ميسي. خسرنا برضو بس احنا لعبنا كويس وادينا اداء حلو. الحمد لله جبتوا جنين وكسبنا 5-0 وبحب اشكر ربنا على المجهود اللي احنا عملناه. كانت لعبنا اول ماتش كسبنا وتاني ماتش خسرنا بس احنا عملنا اداء حلو يعني. كنت واقف دفاع وحلو الحمد لله. كسبت ولا خسرت النهارده؟ كسبنا 5-0. الحمد لله كسبنا 5-0. والله الحمد لله احنا لعبنا النهارده مباراتين، المباراه الاولانيه خلصت 2-0. والمباراة الثانية 5-0 الحمد لله. الحمد لله احنا توصلنا للمجموع ده والمركز الثاني وبشكر الكابتن اول اللي هو جابنا هنا. الحمد لله فزنا 3-2 الحمد لله. ايه ترتيب اكاديمية طلائع الجيش في المجموعة؟ احنا الحمد لله سعدين اول ب10 نقط. رجعنا بعد الفاصل وشوفنا طبعا التقرير العظيم لبطوله موهبتك والموسم او الاسبوع الرابع لبطوله موهبتك. طبعا انا برحب طبعا بكابتن احمد البديوي اخصائي تاهيل لنادي الزهور. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا فندم. شرفتنا ونورتنا. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. طب يا كابتن بما انك بقى اخصائي تاهيل في نادي الزهور انا عايز اعرف ايه هي طبيعه شغلك؟ كتير من الناس ما تعرفش يعني ايه اخصائي تاهيل فعايزك تشرح للجمهور كده شويه. تمام. هو حضرتك اخصائي تاهيل يعني اللي هو ايه بنرجع ريهابيليتيشن اللي هو بنعمل اعاده للاعب ان هو يرجع زي ما كان يعني اعاده الاصابات لحاله ما قبل الاصابه اللي هو حضرتك مثلا اللي هو حصل له مشكله النهارده مثلا اصابات اللاعبين وكده بيأهله بعد الاصابه بقى حضرتك بقى لو عمل عمليه مثلا زي الرباط الصليبي زي مش عارف عمليات الغضروف وكده بنرجعه احنا تاني ان هو يرجع الملعب تاني بعد المشكله بعد الاصابه. يعني ايه هي الاصابه اللي دايما مستمره مع اللعيبه بتتكرر كتير؟ حضرتك اكتر الاصابات تقريبا اللي بتيجي للناس مثلا اللي هو موضوع الرباط الصليبي دوت اللي بيشتكي منه معظم اللعيبه والمشكله اللي بتقابل الناس في يعني في الانديه الكبيره حتى في نادي الاهلي وكده طبعا زائد الشد العضلي وموضوع اللي هو الكرامبات وكده اللي هو التقلص العضلي. فحضرتك دي اصابات تقريبا يعني دي اغلب الاصابات موجوده متكرره طب ايه الاصابات اللي انت شفتها وكانت بالنسبه لك تعبت قوي لحد ما تم تاهيلها؟ هو حضرتك الاصابات اللي فيها مشكله ممكن تطول شويه طبعا غير الصليبي وكده ربنا يعافي لعيبتنا يعني
اللي هو مشكله مثلا خلعات الكتف وكده، يعني بيبقى في مثلا مشكله في الكتف عندي لان الكتف فحضرتك بيبقى في بتطول، بتحتاج فتره طويله لحد ما اللاعب يرجع وكده. بس يعني اصابات عامه لو تم التعامل معاها كويس يعني نرجع نتيجة ترجع وممكن يرجع افضل مما كان كمان حضرتك. بس هي المشكله في ثقافه او وعي التعامل مع الاصابه نفسها، يعني هو حضرتك يعني وقت حدوث الاصابه في اسعافات اوليه بتتعمل، بعد الاصابه ما بتخلص مثلا او بعد الاصابه ما بتعالج مثلا سواء كانت محتاجه عمليه او كده، برضه اللي هو في حضرتك تاهيل وهو لسه يعني خارج من غرفه العمليات تقريبا يعني يعني لو في وعي جيد يعني لاعبتنا ان شاء الله هنقدر نحافظ عليهم الفتره الجايه اكيد طبعا. بس لكل اصابه بيبقى ليها سبب، يعني مثلا الكتف بيبقى ليه سبب، الرباط الصليبي ايه هي الاسباب بين مثلا الاصابات المختلفه؟ هو حضرتك يعني السبب الشائع طبعا هو اغلبه طبعا اللي هو موضوعين طبعا، البعض منه اللي هو مثلا الاجهاد الزايد، وده نتيجه يعني ايه عدم خبره بعض المدربين اللي هو ممكن يضغط على اللاعب بتاعه ويحط عليه جامد في التمرين، فده بيعمل له مشاكل الاجهاد الزائد ده حضرتك الاجهاد الزائد دوت بيعمل مشكله للاعب ان هو نفسيا ما بيقدرش يتعامل في العادي، فبينتج عنه موضوع الاصابه. والحاجه الثانيه طبعا حضرتك اللي هو ايه برضه سوء التغذيه، يعني حضرتك التغذيه وقله التغذيه وكده كل ده بيعمل مشاكل طبعًا. طبعا بيعمل ضعف للعيبه وكده، فطبعا بيخليه برضه ان هو ايه اللي هو تضاعف الاصابه، يعني الاصابه تبقاش الاصابه اللي هي العاديه، لا بيحصل له مشكلات بتتطور يعني تطور الاصابه زي ما حضرتك قلت. طبعا احنا طبعا مشاهدينا الاعزاء معانا مداخله تليفونيه من الامارات، كابتن احمد حجازي. يعني نقول بقى جاي بقى من الامارات الشقيقه بقى، ونقول دبي، ونقول بقى يعني حاجات كتير كتير دول الخليج طبعا، ولكن لغايه يكون تجهيز الاتصال التليفوني نتكلم مع كابتن احمد البديوي بخصوص انا عايز اعرف يا محمد اهم حاجه الاول التغذيه، هو احنا وقفنا عند التغذيه فانا شايفاها انها مهمه جدا قبل الاصابه. طبعا احنا عشان قبل نتكلم بقى في التغذيه طبعا مداخله تليفونيه كابتن احمد حجازي. ازيك يا كابتن؟ السلام عليكم. اهلا بيك. يا شباب عليكم وعلى كل الموجودين، والله مش واخد بالي بس اهلا بحضرتك يا كابتن. كابتن احمد البديوي مدير او الاخصائي التاهيل لنادي الزهور بالنسبه لاصابات اللاعبين، طبعا شرفتنا النهارده ونورتنا من دوله الامارات الشقيق. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. بس طبعا حبيبي واخويا الكابتن احمد. خليك كابتن. وبقول له النهارده يعني انا باخد الكلمتين دول من عشان كده شفت التلفزيون، بقول له انت ان شاء الله هتبقى زي ما انت بتتمنى، لان انت حاجه كبيره جدا، والراجل المحترم ده بيحب بلده جدا اللي هي بسيون. طبعا عارفين محمد صلاح وعارفين الكابتن احمد المحمدي، الراجل ده كل ما بيتكلم كلمه معانا في اي شغل او في اي حاجه لازم نحط بسيون الاول، نحط اهل بسيون الاول، يعني الراجل ده ربنا يكرمه يا رب بيه ان شاء الله. ان شاء الله. انت كده بتجامله يعني ولا ايه؟ مش فاهم برضك يعني. لا والله بص كابتن احمد بيدعي على فكره في الشغل ما بيعرفش المجامله خالص، يعني احنا في الشغل مع بعض متعودين دايما ما بنعرفش نجمل. وحاجه ثانيه نفسي اقولها من هنا، نفسي اتحاد الكوره ونفسي الناس اللي قايمه على الـ على الـ على الشغل ده تاخد بالها من الكوادر الصغيره الشباب اللي دارت. الدراسه بتفرق جدا، بتفرق جدا قوي في الحاجات دي. يعني النهارده بنتكلم على التغذيه. التغذيه لما بتكون من دراسه، يعني كليه التربيه ده طبعا الناس اللي درست لنا والدكاتره الكبار جدا اللي درسوا لنا، لو احنا خدنا الناس اللي درست على ايديهم وتعلمت على ايدهم هنشوف حاجه كبيره جدا في مصر، هنشوف حاجات حلوه قوي في مصر نفسنا نشوفها زي الامارات هنا. حاجه يعني انت لو تشوف الدوري هنا وتشوف الكوره هنا يعني صراحه حاجه جميله جدا، حاجه مشرفه جدا. نفسي مصر تبقى كده، ونفسي حتى الدوري الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه يبقى يعني مش لازم يبقى بروفيشنال قوي، بس لازم يكون على مستوى الدوري الممتاز. طيب انا بس سؤال كده ليك يا كابتن احمد بخصوص بتعمل ايه بقى في الامارات، او تحديدا انت بتشتغل مع كابتن احمد البديوي ولا انت هناك في الامارات تفتح شغل مع كابتن احمد؟ والله بص اولا انا دلوقتي احنا شغالين طبعا على الاكاديميه بتاعتنا، لان دي فكره وبطلع للفكره ان شاء الله قائمه زي ما هي. كابتن احمد البديوي بيكمل الفكره في مصر واحنا بنحاول نكملها هنا، ويا رب نكون على قد ثقه الناس اللي بتجيلنا، ونعمل حاجه كويسه ومشرفه ان شاء الله تنور نور مصر باذن الله. طبعا سعيد جدا بيك ومكالمتك الكبيره والعظيمه بدوله الخليج الكبيره واشقائنا
الخلايجه وانت موجود في وسطهم. شكرا كابتن احمد حجازي، بشكرك جدا على المداخله الجميله ديت وعلى المجامله لكابتن احمد البديوي. وان شاء الله يبقى موجود معانا لما ينزل مصر بقى باذن الله يا باشا. ان شاء الله. طبعا استاذه رشا قالت حاجه مهمه بالنسبه للتغذيه، موضوع التغذيه. هو حضرتك موضوع التغذيه، يعني احنا عندنا التغذيه من العناصر المهمه جدا اللي لازم يهتم بيها في المجال عامه يعني، والمفروض حتى المهنه دي يعني كل انديه مصر تبقى موجود فيها اللي هو اخصائي التغذيه، يبقى للتغذيه بس اللي هو تغذيه اللاعب قبل التمرين او قبل الماتش، وتغذيه اللاعب بعد التمرين او بعد الماتش، لان حضرتك دوت يعني بيخلي اللاعب يعمل استشفاء بسرعه اللي هو يرجع لحالته العاديه وما ياثرش في التمرين قوي، اللي هو يفضل لاعب مثلا متاثر بالتمرين وعنده مشاكل وتراكمات كده من التمرين لمده يومين ثلاثه، لا لو في الكلام ده يعني التغذيه اللي هي السليمه يفضل اللاعب كويس جدا ودايما في حاله اللي هو الايه ريفريش اللي هو الحاله العاديه بتاعته، حتى لو حصلت اصابه بيتعافى منها بسرعه. اه حتى بتساعد في موضوع الاصابات. فهو حضرتك لو يعني عندنا في موضوع التغذيه في له قبل الماتش وفي بعد الماتش. هو حضرتك طبعا كل الدراسات اثبتت ان انت المفروض موضوع الاكل دوت يبقى قبل التمرين او قبل الماتش عامه يعني من ساعتين لثلاثه او لاربع ساعات كمان. فالمشكله بقى ان في بعض اللعيبه طبعا ما يعرفش الكلام ده، ممكن ياكل قبل الماتش بساعه، قبل الماتش بنص ساعه، فده بيعمله مشكله كبيره، لان ده طبعا ايه الجهاز اجهزه الجسم كلها بتشتغل، هنوزع كده الطاقه بتاعتها على حاجتين اللي هو الهضم وطبعا الايه التمرين اللي هو داخل عليه. اما لو انا اكلت قبلها بفتره فبلحق اهضم، فبيحصل ايه طبعا اللي هو موضوع ان هو خلاص يبتدي اجهزه الجسم كلها مركزه في موضوع التمرين. زائد بقى طبعا العناصر اللي انت ممكن تشتغل عليها قبل الاكل اللي هو قبل التمرين قصدي، اللي هو مثلا عناصر سهله الهضم زي مثلا الكربوهيدرات. فالكربوهيدرات فعلا لسه هسالك السؤال ده، يعني في حاجات معينه بتتاخد قبل التمرين؟ اه حضرتك يعني احنا ولا هو بقى بياكل اي حاجه والدنيا عادي؟ ما هي دي المشكله حضرتك، بس هو الطبيعي ان هو طبعا بنقسم الاكل لبعض العناصر، في عناصر بتديني الطاقه وفي عناصر ببني بيها يعني ببني بيها العضله، فالعناصر اللي بتديني الطاقه زي الكربوهيدرات وكده حضرتك ايه بتبقى سهله الهضم وتنفع قبل التمرين، زي مثلا الموز زي النشويات زي السكريات والحاجات دي. تحب تقولي بقى كابتن احمد الديوي عشان تفضلي لنا بقى يعني حاجات بسيطه جدا عشان نطلع يعني نطلع تقريب. طيب. تحب تقول ايه لكل لعيبتنا والمصابين حاليا دلوقتي؟ ان هو حضرتك يعني هو الكابتن حازم امام لما اتسال في يوم عن كابتن حازم امام الكبير اتسال في يوم عن ايه مثلا اكتر حاجه انت ندمت عليها في حياتك، فقال لهم انا ندمت ان انا كنت كويس في الكوره بس كنت بره الكوره، يعني حاجات اللي حواليه الكوره ما كنتش بعملها، اللي هو زي مثلا الخارجيه قال لهم موضوع الاستشفاء، موضوع النوم كويس، موضوع يعني الحاجات اللي هي موضوع الاهتمام بالاصابه الكلام ده. فكان هو بيقول انا ندمت على الحاجات دي اللي هو خارج الكوره ما عملتوش، فده مثله مشاكل ان هو اثر عليه فيما بعد، ما طولش عمره الافتراضي في الملاعب. طبعا انا بشكر كابتن احمد البديوي اخصائي تاهيل اللاعبين في نادي الزهور، وكنت اتمنى يكون الحلقه اكبر من كده، احسن من كده واكبر من كده كتير. طبعا اتشرفنا كتير ان شاء الله باذن الله. ولكن طبعا قبل ما اختم معاك نطلع تقرير لبطوله موهبتك في حلوان، ونشوف بقى الموسم او الاسبوع الرابع لبطوله موهبتك. وطبعا نلتقي الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله الساعه 5 كل يوم سبت، انتظرونا في برنامجكم دنيا الاحتراف. والله الحمد لله احنا في بدايه الماتش احنا احترمنا المنافس، فطبعا لازم لما تحترم المنافس لازم ربنا بيديك. الحمد لله الماتش مشيته على ما انا كنت عايز، الحمد لله جبنا جون بدري في اول ماتش في بدايه الشوط الاولاني. الاول وفي الاخر الحمد لله على المكسب وثلاثه بونت، مباراه كانت حلوه مثيره يعني، ونشكر الكابتن محمد رجب وكابتن اسامه فتحي. والله هو كان لقاء كويس الحمد لله، بس حته التوفيق كانت معاهم، هم ما كانتش معانا، والغيابات اللي عندنا هي اللي اثرت فينا شويه. الحمد لله كان في برده الحمد لله الماتش كان ماشي معانا حلو، وان شاء الله اللي جايب احسن. وبنشكر طبعا كابتن محمد سمير وكابتن اسامه فتحي وكابتن محمد رجب. الحمد لله اللقاء حلو، ان شاء الله اللي جاي افضل. والله احنا ادينا اللي علينا، وكانت تعليمات الكابتن لينا ان احنا نهاجم ونفضل نص الملعب بيمسك الكوره عشان الفرقه اللي قدامنا ما تعرفش تمسك علينا كوره. الجو حلو يعني والملعب حلو وعادي يعني مفيش اي حاجه. هما كانوا بيلعبوا رجاله والحمد لله كسبنا، ثلاث نقط هيفرقوا معانا. الحمد لله على كل شيء، وهارد لك لينا وربنا يوفقهم وربنا يوفقنا طبعا الماتشات الجايه. الحمد لله، بس انا شايف النهارده اللي احنا اتظلمنا والناس اكبر مننا، واحنا عملنا اللي علينا والحمد لله على النتيجه، وان شاء الله الخير قدام. الماتش كان صعب علينا، كنا بنلعب فرقه كويسه، بس الحمد لله يعني اللي جاي احسن. هو كان لقاء كبير طبعا مع فرقه محترمه كبيره وعندها اداره حلوه يعني وفريق محترم،
بس برضو الكابتن قال لنا عليه نفذناه النهارده لان هو كابتن كبير برضو وكابتن فيصل برضو ادونا تعليمات النهارده ونفذناه بالحرف الحمد لله. كان الماتش في ايدينا بس ضاع في الشوط الاول بسبب استهترنا شويه والكره تعبت من دارنا وحصل جون كده ضربه جزاء ما كانش لها اي داعي بس ده نصيب وتوفيق بتاع ربنا. والله المباراه كويسه طبعا كباتن من بره بيشجعونا وبيحفزونا مدعمينا بكل حاجه الحمد لله على الفوز وبشكر فرقتي اللي هي وقفت رجاله الحمد لله على المكسب. اللعيبه ادت على الكلام اللي احنا قلناه والجم نزلوا في الملعب نفذوه الحمد لله على المكسب. طبعا الحظ كان واقف معانا النهارده اللعيبه كانت رجاله في الملعب وقدروا يعملوا اللي عليهم وانا بصراحه فخور بان انا بدرب لعيبه زي دي. المباراه كانت جميله وقويه وكانت فيها حماس من افضل المباريات اللي اتلعبت على مدار الزيزون كله بصراحه وكابتن كيتا وكابتن حمو فيصل تعبوا معانا الحمد لله. احنا بقى لنا اسبوع من الاسبوع اللي فات كان عندنا ماتش برده الاسبوع اللي فات الحمد لله كسبنا الحمد لله الماتش ده برده كسبنا بس ايه اجتهدنا كتير استعدنا يا كابتن اللي هننزل نعمل مباراه كويسه اهم حاجه ونعمل اللي احنا علينا ونستفاد من الملعب كبير وكده ونعمل اهم حاجه نعمل اللي علينا في الملعب كنا جايين عايزين نعمل اجر كويس بس كله بتوفيق ربنا ان شاء الله. الحمد لله في الاول وفي الاخر ما كانش في توفيق النهارده بس ان شاء الله يعني مش همنا البطوله دي بس اما بعد كده ان احنا كابتن خالد الله اكبر عليه مدعمنا كمان وبيسوانا وظابط الدنيا معانا نلعب الماتش الجاي نتمرن على نفسنا اكتر من كده يعني وان شاء الله الماتش الجاي نكسبه. يعني ابارك للمنظمين بتوع البطوله بسم الله ما شاء الله تنظيم كويس وحكام يعني بسم الله ما شاء الله لعب كوره برده فالدنيا في متناول. هو الماتش احنا كان من الشوط الاول كان من ناحيتهم هما بس